أيضا من المبادرات الثقافية يلي عم نشهدها ويلي انطلقت الأحد ب 23 أكتوبر بمتحف بيروت الوطني، ورح نحكي بكل تفاصيلها إيمن ألامور من توقيع ألفريد طرزي أو نشيد الحب. ألفريد معي بالستوديو لحتى نحكي أكثر عن هالموضوع. ألفريد صباح الخير. مرحبا، أهلا وسهلا فيك. بداية لما نحكي عن الفن التشكيلي، لما نحكي عن هالطريقة بالتعبير، خبرني شوي عن الايدنتيتي اللي الواحد بيشتغل عليها، للفنان بيشتغل عليها على مدى سنوات وبتخلق معه لحتى بس شخص يشوف يقول هيدا ألفريد طرزي، هيدا فنان اخر. خبرني شوي هيك عن الايدنتيتي اللي الواحد بيشتغل عليها، قد ايه في صعوبه بس قد ايه في متعه لانه هي تلقائيه موجوده فيك بشخصك بكاركترك. صح، ليك اهين شيء واحد يطلع بفكره، فالفكرة كتير بتطلع بطريقة كتير عفوية وما بتفكر فيها مرتين، بس بعدين بتقضي سنين لتنفذها لهالفكرة. فهي الهوية وكل الشغل بيطلع نتيجة هيدا الوقت وكل هالوقت وهالمجهود اللي بتحطه لتنفذها لهالفكرة. وأنا الفكرة الأساسية اللي عم بشتغل حولها هي فكرة الذاكرة، لأنه يعني الذاكرة الحاضر هالقد صعب انه نوعا ما اللجوء الى الماضي هو شيء بيطمنك، مع انه الماضي امرار مش امرار يعني الماضي تبعنا صعب. انطلاقا من اللي عم بتقوله وانطلاقا من الانستوليشن إيمن ألامور يلي شفناها بميوزيوم بيروت، كانت الانستوليشن مترافقه مع كونسرت لشرب الهبر، ساري موسى، فادي طبال، وسيرج يارد. خبرني شوي قد ايه العمل الفني في يكون متكامل مع بعضه، في يكون هيك لوحه واحده بمختلف اشكال الفن؟ احلى شيء هو لما الفنون تتكامل ولما عندك كل الفنون عم بيشتغلوا سوا. فأنا مثلا فنان تشكيلي بس ما بشتغل كتير الصوت، فدائما بتعاون مع أصدقاء فنانين موسيقيين بيكتبوا أغاني أما بيلحنوا. فبهالمشروع ارتكزنا على هدول الشباب اللي ذكرتهم أصدقائي، وكان ضروري أنه بهالمشروع يكون في ساحة للصوت. وهو عمرنا بوجه المتحف الوطني نوع من الأمفيتياتر، نوع من التياتر. واستضفنا هلا اول كونسرت على درج المتحف، فحولنا المتحف هو مساحه عامه، يعني اذا بدك مساحه قدام المتحف طبعا. بس نحن حولناها لنقدر نستضيف، اول مره هلا استضفنا، وممكن نرجع نستضيف غير فنانين يعزفوا بمساحه عامه بقلب بيروت. اذا بحكي شوي عن إيمن ألامور هالانستوليشن، خبرنا شوي شو يلي تميزت فيه برأيك، كيف اشتغلت عليها، إذا بدنا نفسر أكثر للمشاهدين شو صار من خلالها. هيدا نشيد الحب ناتج عن ورثة، أنا عائلتي بيشتغلوا بالحرف، الحرف، وبي حرفي وجدي حرفي وكلهم حرفيين، وبيشتغلوا الخشب، بيشتغلوا نحاس، أنا فنان تشكيلي، فنوعا ما في يعني قواسم مشتركة بس بنفس الوقت أنا مرقت لغير شيء. هلا أنا ورثت كثير غراض من بيي، كثير غراض، يعني غراض بيعبوا مستودع ما شاء الله، وبس كلهم معفنة، خشب مسوس، نحاس مصدى، كل هدول وتراكم. وهيدول الغراض جايين من بيوت مهدمة بالشام بالخمسينات، جايين من عدة مطارح من بالعالم العربي، ومجمعين بهالمستودع. كل قطعة فيها حكاية، فيها قصة، جمعتهم كلهم مع بعضهم. أنا حبيت أول شيء أعرضهم للمتحف الوطني، حبيت أعرضهم تقول لهم أنه نحن ليه بلبنان ما عنا متحف فن إسلامي، أما فن ديكورتيف اللي بيسموه ديكورتيف أرتس، اللي هو يعني عندك فن للأنتيكوتي بالمتحف الوطني، حجر عمره 2000 3000 4000 سنة، وعندك متحف للفن المودرن والفن المعاصر، وبين الحداثة والأنتيكوتي عندك فراغ هائل ما بنعرف نحن كشعوب عاشت بهالمنطقة بهالبلد نحن شو صنعنا، شو عملنا، شو أنتجنا، كيف كنا نعيش. فأنا من خلال هيدول الغراض، من خلال هيدا المعرض، حبيت فرجي شوي الشغل للأجيال ما قبل جيلي
ويعني جيل بيي وجيل جدي وجيل ما جد جدي الشغل اللي عملوه. وحبيت شارك الجمهور العام، فهذا المعرض مفتوح للكل. طبعا انطلق ب 23 الشهر، لايمتى رح يستمر او كيف المخطط له؟ اوكي، مبدئيا نحن فاتحين لاخر السنه. اوكي، ونحن الانطلاق تبع المعرض هو المتحف الوطني، فالجمهور لازم يروح على المتحف الوطني يشوف المجسم على المتحف الوطني. على حيط المتحف حاطين كيو ار كود، بتعملوا له سكان، هيدا السكان بيعطوك لوكيشن، لانه نحن اخذنا هونغار خربه 5 دقائق مشي من المتحف، زبطناه شوي يعني نظفنا شوي وركبنا هالتجهيز بقلب هالهونغار. عملتوا التجهيز والانستوليشن الكامله للارت بيسز اللي عم نحكي عنهم، وبيستمر لاخر السنه يعني. الناس معهم وقت انهم يروحوا ولكن ما يتاخروا كثير يعني. صح. ما ينطروا ليخلص يقولوا يي خلص. سو مزبوط في شهرين، ولكن يروحوا ويستمتعوا باداء التفاصيل. انت شو اضاف لك هيدا العرض الفني؟ قد ايه هيك يعني الهدف من اقامته لحتى تفرج كل الناس وتفرج المتحف الوطني عن هالثروه يلي موجوده مدفونه، انت شو اضاف لك؟ يعني هيدي كيف تقول الدت، يعني يعني هيدا الشيء نحن واجب علينا تجاه الأجيال ما قبلنا، فهيدا واجب منه قرار، يعني هيدا واجب لحتى يكون في استمرارية، يكون 100%. في أيضا هيدي مساهمة بنشر هيدي الثقافة بهيدي القطع. اليوم بس نحكي عن هالإنستوليشن، نحكي عن الأوبنينج اللي كان وعن هالتكامل الفني لكل الأشخاص اللي بدهم يروحوا على المتحف الوطني ياخذوا الكيو آر كود ويروحوا على لوكيشن. خبرني شوي شو بتقعدهم يعني بس يفوتوا على هذا المستودع شو رح يشوفوا؟ أنا بقعدهم محل خارج الزمن، يعني بقعدهم محل بتفوت عليه وكأنه عقارب الساعة توقفت. وفيك تقعد وتستمتع بالوقت وتطلع على السقف تبع المحل اللي عملناه، يعني هو سقف في المحل مخزق بشظايا ورصاص ونحن جربنا نرجع بقلب هيدا الشيء نوع من الجمالية، فهيدا اللي جربنا نعمله. برجع بذكر كل المشاهدين إيمنا لاموغ أو نشيد الحب لألفريد طرزي بينطلق من الميوزي ناسيونال بوسط العاصمة بيروت. كيو آر كود ترجعوا بتروحوا لتكملوا الانستوليشن الكاملة يلي موجودة على مسافة كتير قريبة من المتحف الوطني اللبناني. ألفريد شكرا لأنه كنت ضيفنا لليوم، موفق بكل شيء بتعمله وإن شاء الله بنرجع بنلتقى دايما بلقاءات فنية وثقافية تانية من هالنوع. شكرا لحضرتك. مرسي لك. أهلا وسهلا فيك.